والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من الرباط دكتور رضوان العميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس. دكتور، يعني في البداية بالتأكيد أرحب بك وأبدأ معك ربما من تصريح جورجيا ميلوني بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين والوافدين إلى إيطاليا هو أقل بنسبة 60% عن العام المنقضي، ولكن هل هذا كافٍ؟ أهلا وسهلا سيدتي الفضيلة. أعتقد أن موضوع الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية في دول المغرب العربي ارتبط أساسا بمجموعة من المعطيات، يعني خاصة الاقتصادية والاجتماعية اللي عرفتها المنطقة مؤخرا. هذا الوضع الاجتماعي غير المستقر خاصة في دول كتونس مثلا كيجعل مجموعة من الشباب كيتجهوا نحو البحث عن حلول اقتصادية اجتماعية وآفاق مستقبلية. أعتقد أن هذا التراجع ربما كيرجع إلى بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة، وأنا نتكلم خاصة إذا تكلمنا مثلا على المغرب اللي كيعرف واحد نوع من تدبير الهجرة خاصة عن طريق يعني مشاريع، عن طريق البحث على نعم. ولكن دكتور رضوان، أزمة الهجرة غير شرعية في بلدان شمال أفريقيا أو المغرب العربي بصفة خاصة لا تقتصر على الشباب الموجودين أو يعني شباب هذه الدول، إن كانت ليبيا أو تونس أو المغرب أو غيرها، هذه الدول أيضا تمثل منصة انطلاق لكثير من الأفارقة نحو أوروبا أو نحو الحلم بحياة أفضل في الضفة الأخرى، ولكن هل هناك آليات تكفي في الحقيقة لإيقاف هؤلاء؟ صحيح صحيح سيدتي، كلامك صحيح، لأنه المغرب مثلا ودول شمال إفريقيا هي منطقة عبور. احنا كنعرفوا الإشكالات التي تعرفها يعني دول الساحل ودول الصحراء اللي كتدفع مجموعة من المهاجرين إلى البحث على أفق خاصة في أوروبا ودول أخرى. بالتالي المغرب مثلا، الجزائر، تونس هي مناطق عبور صحيح، ولكن أيضا تحولت في الآونة الأخيرة من مناطق عبور فقط إلى مناطق استقرار أيضا. هنا غادي نوجدوا بأنه مجموعة من المهاجرين اللي وجدوا صعوبات الانتقال إلى أوروبا أصبحوا يفكرون شيئا فشيئا في الاستقرار في الدول العبور. وإذا تكلمنا مثلا على المغرب، غادي نجدوا بأنه المغرب وضع سياسة للهجرة فيها واحد النوع من تحفيز هاد المواطنين الأفارقة على ليس فقط على الاستقرار ولكن على الاندماج داخل المجتمع المغربي. لكن كنعرفوا بأنه مجموعة من المشاريع مثلا اللي أصبحوا كيستافدوا منها هاد المواطنين الأفارقة، خاصة وأن المغرب كيراهن على علاقته بالدول الإفريقية هي علاقة جيوستراتيجية مهمة، وهو ليس حارسا لأوروبا طبيعي الحال كما يتم ترويج له من طرف البعض، ولكن هو أيضا أصبح منطقة اللي كتعرف واحد التنمية مهمة جدا، وبالتالي أصبح المهاجرون شيئا فشيئا يستقرون في هذا البلد. هذا ليس حل، هذا ليس حل. نعم، كنت سأتطرق معك لهذه النقطة دكتور رضوان، يعني هذا ليس حل بطبيعة الحال، كما أن بالرغم من أن هناك مؤتمرات كبيرة وكثيرة هي التي جمعت بين سواء دول المغرب العربي والدول الأوروبية، إلا أنه كان دائما يتم الرفض جملة وتفصيلا للمحاولات الأوروبية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في دول العبور أو في منصات العبور. إذا كانت المملكة المغربية بطريقة أو بأخرى استطاعت أن تدمج هؤلاء في المجتمع، ولكن في دول أخرى هم سيشكلون بطبيعة الحال يعني أزمة كبيرة إذ لم يشاركوا بشكل أو بآخر في تحسين اقتصاد هذه الدول، كيف يمكن منع أو وضع آلية لوقف أصلا وصول هؤلاء الدول التي اطلقت عليها دول العبور؟ صحيح صحيح سيدتي، انا يمكن نتكلم على جوج ديال المستويات. المستوى الاول تكلمتي على دول المغرب العربي او اليوم المغرب الكبير في علاقتها باوروبا. اليوم من بين الاشكالات اللي كتسمح باستمرار هذا الاشكال بالعبور واشكال الهجره غير الشرعيه هو تجميد مؤسسه مهمه او منظمه مهمه هي المغرب العربي، اللي كنعرفوا بانه
غير فاعل اليوم، غير متحد، كاين اشكالات مجموعه من دول المغرب الكبير، وبالتالي هذا كيصعب عملية التفاوض مع دول الاتحاد الاوروبي، كيصعب ايضا القيام باجراءات عمليه مشتركه بين هذه الدول لايقاف الهجره او عبور هذه المواطنين. المستوى الثاني هو مستوى اهم، هو مستوى التنميه، وهنا الاشكال بالنسبه لهؤلاء العابرين هو البحث على فرص الشغل، البحث على مستقبل افضل، وبالتالي الاستثمار في هذه الدول داخل هذه الدول، بنيه تحتيه، مشاريع الى غير ذلك، اعتقد انه هو الحل الامثل للحد من هذه الظاهره. واذا تكلمنا ايضا على الحاله المغربيه، نعرفوا بانه المغرب شجع الاستثمار على مستوى الدول الافريقيه، اذا مجموعه من المشاريع التي دشنها جلاله الملك في مجموعه من الدول، كاين اتفاقيات تعاون اليوم كتجمع المغرب مع مجموعه من دول الساحل والصحراء، المبادره الاطلسيه التي طرحها جلاله الملك في المغرب هي ايضا لحل هذا النوع من الاشكاليات حلا تنمويا وليس فقط حلا امنيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. كنت معي مباشرة من الرباط دكتور رضوان العميمي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك.